ولكنه أراد أن يقول أيوة. قد أفناني النحول فلم يبق مني وفي غير خواطر تجول. شوفت الكلام؟ شوف شوف شفت حتى حس عبد الخير دايما يبقى عندك حسة، يبقى عندك حس لغوي. شوف بيقول إيه، قد أفناني النحول فلم يبق مني الشوق غير خواطر تجول. تأكد إن السجع ده مجاش إلا لتربة أحسها عبد القاهر في نفسه فسقطت على لسانه. تأكد أن الغنائية في اللغة هي غنائية في النفس. تأكد أن عذوبة الكلام ليست عذوبة ألفاظ وإنما هي عذوبة في النفس، سقطت على الكلام فأصابه منها ما أصاب. كنت فهم كده؟ فلم يبق مني الشوق ها ها فلم يبق مني اقرا ثاني. قد افناني النحول فلم يبق مني وفي غير خواطر تجول. ساعة انا ما بحس بالكلام ده لان الخنساء علمتنا كده، لان الخنساء لما لقيت شعرها فيه تموج احس ان قلب الخنساء يخفق وهي تقول هذا الشعر. لما اجد في شعر الايه الخنساء تموج، فبعد مش ممكن التموج في البيان يوجد إلا إذا وجد التموج في داخل النفس الإنسانية، لأن حديث اللسان هو عبارة عن حديث القلب، فلا يستطيع اللسان أن يضيف نعمة واحدة ليست في القلب. إذا أضاف اللسان نعمة واحدة ليست في القلب يبقى لسان خاؤون لصاحبه، وإذا أسقط نعمة واحدة من القلب يبقى لسان خاؤون لصاحبه. وإنما اللسان الأمين على القلب والفؤاد هو الذي يحدث عن الذي يجري في القلب والفؤاد حديثا دقيقا واعيا إلى آخره.